تفتكر احنا بس كمصريين اللي بنبالغ في الافراح بتاعتنا وبندفع فيها ارقام كبيره نطلب فيها طلبات في مستوى الشاب نجيب ساويرس، ولا دي حاجه موجوده في كل حته في العالم؟ الغريبه ان احنا لما شفنا فرح انسي اللي هو ابن نجيب ساويرس فعلا كان المنظر بسيط جدا، بس اللي ما تعرفوش ان الفرح ده كلف 10 مليون جنيه مصري، يعني حوالي 750,000 دولار. بس الرقم ده ولا يجي اي حاجه جنب الارقام اللي انت هتسمعها دلوقتي، عشان في الفيديو ده احكي لك على اغلى 10 افراح اتعملوا في العالم. المركز الخامس فرح الامير هاري والمؤسسه ميجن ماركل، واللي كلف حوالي 63 مليون دولار، يعني حوالي 3 مليار جنيه مصري. ما تحسبش كده يا صاحبي. وقبل ما اقول لك الفلوس دي اتصرفت في ايه، خليني اعرفك ان الفرح ده بسببه دخلت ايرادات 1,270,000,000 دولار امريكي للاقتصاد البريطاني، غير 382 مليون دولار فلوس من السياح اللي جم عشان يحضروا الفرح، وحوالي 64 مليون دولار كمان الهدايا والسونيرز اللي اشتريتها السويد. يعني النقطة بس بتاعت الفرح جابت تمن الفرح. في الكنيسة اللي اتجوزوا فيها حضر 600 ضيف متفنطرين على الاخر، وحوالي 2000 ضيف تاني كانوا في الحديقة الملكية. فستان العروسة عملته واحدة من أشهر الفاشن ديزاينرز في العالم تحت رعاية جيفانشي اللوجري براند، والإكسسوارات كانت من كارتييه ذهب أبيض على ألماس، والأكل كلف 50,000 جنيه استرليني، والورد 110,000 جنيه استرليني، ده غير بقى الفرق الموسيقية والحبيش اللي أنت عارفها دي. يجي معانا في المركز الرابع فرح تاني في عيلة الأسرة المالكة الإنجليزية، وهو فرح أكتر واحدة إنجليزية العالم كله بيحبها، وليها علاقة بواحد مصري من عندنا، وعملت عنه فيديو كامل هتلاقيه في أول كومنت لو حابب تشوفه، وهو فرح الأميرة ديانا على الأمير تشارلز اللي هو مالك بريطانيا الحالي، والفرح ده كلف 115 مليون دولار. الفرح ده كان سنة 1981 وتعمل في كاتدرائية القديس بولس في لندن، وكان بيتقال عليه انه فرح من فيري تيل، قصة من قصص ديزني. اتفرج عليه حوالي 750 مليون شخص حوالين العالم، تخيل ده من غير ما يكون في نت، يعني كلهم شافوه على التلفزيون لايف. والفستان بتاع عروسه كان حرير عاجي قيمته 46,000 دولار وقتها، يعني يعمل له 200,000-300,000 دولار دلوقتي، وده عشان كان بالكامل تطريز يدوي، وفي 10,000 لؤلؤه طبيعيه، وعملوا 2 من اشهر مصممين الازياء في بريطانيا. التامين بس والحراسه بتاعت الفرح كلفت 600,000 دولار. في المركز الثالث هنروح على الهند، على فرح كان فيه 11,000 ضيف، وفضل مستمر 6 ايام ورا بعض، وكلف 123 مليون دولار. وهو فرح سوشانتو روي وسيمانتو روي، ولاد سوبراتا روي الملياردير الهندي اللي ثروته وصلت ل 10 مليار دولار، وعندهم مدينه بتاعتهم في الهند اللي هي سهارا سيتي. عشان الفرح ده يتم جددوا المدينه بالكامل عشان ال 11,000 ضيف، اكيد مش هيجوا في مكان في حاجات مش متظبطه يعني، امال عاوز الضيوف ياكلوا وشهم ولا ايه؟ ال 11,000 ضيف مش 50 ولا 100 اللي بتعزمهم في الفرح بتاعك؟ خلاص يا عمنا ما خلاص يابا. الفرح ده كان فيه 200 عربيه مرسيدس بتنقل الناس بين المدن، و27 طياره من طيارات شركته عشان ترفه على الناس، والبوفيه كان فيه 100 نوع مختلف من الاكل، وشيفات عالميه بيعملوا الاكل. دول قرروا ان هم يساعدوا 150,000 شخص متشرد في الشارع ما عندوش بيت، وجوزوا 101 بنت. هنخرج من الهند عشان نروح للمركز التاني لفرح من حكايات ألف ليلة وليلة، فرح الشيخ محمد بن زايد راشد المكتوم أمير دبي على الشيخة هند بنت مكتوم، والفرح كلف 137 مليون دولار. الفرح ده كان سنة 1979، داخل وقتها أجازة رسمي في البلد 5 أيام، وكان فيه أكتر من 20,000 ضيف، وساعتها دبي ما كانتش تستحمل الرقم ده، فبنوا مكان مخصوص للفرح، وكان فيه أسطول عبارة عن 20 جمل متزين بالمجوهرات، عشان يتقدم هدايا للعروس، ومن ساعتها ولحد النهارده والناس لسه بتتكلم عن عظمة وفخامة الفرح، وإنهم مستحيل يشوفوا حاجة زيه تاني في حياتهم. لحد الشهر ده عشان في حد خد المركز الاول للفرح الاغلى في التاريخ، الفرح اللي حضره حوالي 2000 شخص من اكتر الناس المؤثره في العالم كله، بيل جيتس ومارك زوكربيرج. الفرح ده يبقى فرح ابن مكيش امباني اللي متصنف رقم 11 على الكوكب، واللي ثروته 112 مليار دولار، والفرح ده تكلفته 155 مليون دولار امريكي. اول حاجه صرفوا عليه الفلوس دي انهم يعملوا ابجريد للمطار عشان الضيوف اللي جايين يلاقوه على اعلى مستوى، وفستان العروسه من ريزاتشي، وهو هو نفس الفستان اللي لبسته بليك ليفلي في حفله ميت جالا في 2022، والفرح ده كان فيه اكتر من 700 صنف اكل، والخيام بتاعه الاكل كانت لوحدها تحفه فنيه،
وطبعا حفلة زي دي لازم مغني عالمي يحيي، فجابوا ريانا وغنت في الحفلة دي 19 أغنية، واخدت في الحفلة دي شاكب راكب كده 6,300,000 دولار، يعني الأغنية كانت واقفة بحوالي 300,000 دولار. وكمان في الفرح افتتحوا مشروعهم فانتارا اللي هو شيلتر بينقذوا فيه الحيوانات المشردة وبيعيدوا تقالة، ده غير انهم قدموا اكل اكتر من 51,000 شخص قبل ما يبدأوا الاحتفالات اللي فضلت مستمرة 3 ايام.